معانا نجم كبير من نجوم الكرة المصرية والنادي الأهلي ومن من زاملوا الكابتن عبد العزيز عبد الشافي في الملعب ومن القريبين جدا منه والأصدقاء على المستوى الإنساني. أنا عايز حضرتك اللي تقول ألو تشوف مين معانا على التليفون. اتفضل. كان بيلعب جنبي ولا بلعب جنبه؟ يعني من الأجيال اللي حضرت مع الكابتن زيزو ولحقت بالكابتن زيزو حتى وإن كان يعني حضرتك بدأت قبله في الملعب. كابتن مصطفى عبده عشان الموضوع ما يبقاش صعب. حبيبي عبده. كابتن مصطفى عبده نجمنا الكبير، مساء الخير يا كابتن مصطفى. ده حبيبي مصطفى. مساء الخير يا كابتن محمد. اهلا بحضرتك. على كابتني كابتن عبد الشافي. الله يخليك يا مصطفى. الراجل الخلوق، الراجل الجميل اللي تحطه في اي حته بلسم لاي حاجه. ربنا يخليك يا حبيبي والله. والله دي حقيقه يا كابتن زيزو، انت مكسب لاي حته تحطه. ربنا يبارك فيك يا درش. كابتن مصطفى تقول ايه عن الكابتن زيزو وزملته في الملعب ومشوارك بجانبه في مباريات للنادي الاهلي؟ فاكره اهم الحاجات اللي فاكرها دايما عن الكابتن زيزو وارتبطت في ذهنك بشخصيه واسم الكابتن عبد العزيز عبد الشافي كلاعب كره وكانسان. هو بسم الله الرحمن الرحيم، كابتن زيزو عشان انا اقول شهادتي فيه مجروحه قوي، انما الكابتن عايز عشان تتكلم عليه لا، انت عايز مجلدات وعايز تتكلم في حاجات كتيره قوي. كخلوق انا ما شفتش في الدنيا، يعني بسم الله ما شاء الله ربنا يزيده ويبارك له في اخلاقه وفي هدوءه وبمعونته لي والاصحاب، سواء كنا زمان في الملعب او بره الملعب. يعني معنى صح تقول الكابتن زيزو بين قوسين تحتيها 10 خطوط، الاخلاق، الادب، الاحترام، الهدوء، حط اي حاجه كويسه عاوز تحطها على الكابتن. من الشخصيات اللي ما نفتكرش ان شفنا لها في يوم الايام اي تجاوز في الوسط الرياضي على الاطلاق يا كابتن مصطفى، حتى يوم ما حصل انفعال في حوار ما كان برضو كلام الكابتن زيزو في الاطار المقبول وبمفردات مقبوله، يعني تتفق مع الرساله اللي عايزينها او عايزين نوصلها دايما لكل الناس. يا ريت يبقى المجتمع الرياضي كله اللي موجود يبقى صوره، حتى مش هنقول بقى صوره لكابتن زيزو كمان لله وحده، لكن الكابتن زيزو ده مؤسسه لوحده، خد منها كل ما تريده لاصلاح المجال الرياضي. كابتن زيزو زي ما قلت لك الاول، ده بلسم بتحط على اي حاجه، بسم الله ما شاء الله ربنا يكرمك. ربنا يبارك فيك يا مصطفى يا حبيبي. وده والله العظيم انا بقولها كده، والله العظيم والله العظيم انا بقول، مش بقولها كده مجرد عشان الكابتن عبد العزيز عبد الشافي، لا انا بقول الكلام ده لان كابتن زيزو قبل ما بيبقى اي حاجه، انا بقول لك انا شهادتي مجروحه، انما طالما انت بقى سالتني فانا بطلع كل اللي عندي، ودي حقيقه. ده كابتن عبد العزيز عبد الشافي انسان قبل ما يكون اي حاجه، في كل حاجه حطه، يعني في ربنا يبارك فيك، بسم الله ما شاء الله، في الهدوء بسم الله ما شاء الله، في الادب ما فيش احسن من كده، اي حاجه عاوز تقولها حط تحتها مليون خط واحط كابتن زيزو، لان كابتن زيزو مكسب لاي جهه يروحها سواء للنادي الاهلي او منتخب مصر او اي الحمد لله رياضيه، فربنا يديمها عليه الصحه والعافيه وحب الناس ليه، وكابتن زيزو مكسب لاي حد. الله يبارك فيك كابتن مصطفى نجمنا الكبير. شكرا يا كابتن مصطفى، ربنا يبارك فيك. الكره المصريه والنادي الاهلي سابقا، شكرا جزيلا لك ولمشاركتك معنا في هذا الحوار.